السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، وتحية طيبة من عند الله عز وجل لحضراتكم ولكل متابعينا الأفاضل الأكارم الأعزاء. النهاردة عندنا يعني مجموعة من الأخبار، عندنا مجموعة من الأخبار التي تستحق أن نكون سويا. أكرر التحية، خلي بالكم حلقة النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا وحلقة تاريخية، حلقة الثلاثاء من دردشة كورة بلدنا مع عبد الناصر زيدان، الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. الموافق 21 من ذي الحجة 1441. بإذن الله تعالى تكون الأمور على ما يرام، والأخبار أخبار سعيدة للأهلوية في كل مكان، ومفاجآت مهمة للزملكاوية أيا كانوا في مصر أو في أي مكان في العالم. لأن النهاردة يعني الأخبار بتقول إن إحنا عندنا كم كبير من التفاؤل. إحنا بنقول مصر قادمة، بنقول بفضل الله الحق هيرجع، وما دام الحق هيرجع لازم تعرف يا صاحبي إن مفيش حق بيضيع وبدال وراءه مطالب، ومفيش حاجة بتضيع ما دام صوتك عالي. وعلي صوتك دايما بالغنى، لأن لسه الأغاني ممكنة، ومفيش حد هيقدر يسكت صوتك، ومفيش حد هيقدر يقولك ما تغنيش، لأن عندنا أمل كبير إن إحنا ناخد حقنا مهما طال الزمن. لو عايز تكون إيجابي زي ما أطلقت صفحة الأهلي أونلاين وأرسل لي الأستاذ محمد الجبري، لو عايز تكون إيجابي في موضوع مرتضى منصور، الجلسة العامة يوم 17/8 هتناقش رفع الحصانة. عايزين تصعيد مش عايزين إحباط، عايزين تفاؤل مش عايزين تشاؤم، عايزين كلنا نبقى إيد واحدة ونكتب ونقول لازم مجلس النواب يقول كلمته يوم 17/8. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ليس لها قرار ولم تتخذ قرار، وإنما هي توصية لا تغني ولا تسمن من جوع، والكلمة الفصل للجلسة العامة يوم 17/8. ما تتشأمش، ممكن تخسر جولة، ولكن إياك أن تخسر المعركة، إياك أن تخسر المعركة. وده اللي عمله النادي الأهلي. النادي الأهلي قرر أنه يحشد كل قواته، والكابتن محمود الخطيب قرر أنه يخاطب 400 عضو بمجلس النواب ويرسل لهم خطابات بها العديد من المستندات وبها سي دي يحتوي على كل سباب وشتم مرتضى منصور للأهلي ورموزه وجماهيره والكابتن محمود الخطيب نفسه. عشان كده مصر كلها بتطالب ان الجلسة تكون مذاعة، مصر كلها بتقول عايزين الجلسة على الهواء مباشرة عشان تكون كاشفة، واي نائب ممكن يصوت يكون قدام دايرته ومسؤول امام الله اولا ثم امام دايرته، وعلى الدائرة ان تحاسبه على كلمة نعم أو على كلمة لا. كمان في بلاغات جديدة اتقدمت للنائب العام، ولكن قبل ما اتكلم في البلاغات الجديدة عايز أقولك وبصوت عالي، عايز أقولك يا أستاذ وائل يا مرعي وبصوت عالي، عايز أقول لكل واحد معايا وبصوت عالي، عايز أقول لكل واحد عمل لايك وشير وعمل وكتب تعليق وبصوت عالي، الجلسة العامة 17/8. ما تخليش حد يخليك سلبي، اكتب كل يوم، لا كل ساعة، لا كل دقيقة، اكتب بوست، غرد على تويتر لو عندك صفحة، اعمل فيديو لو عندك قناة او نافذة على اليوتيوب او انستجرام، وقول مرتضى منصور برا البرلمان، ارفعوا الحصانة عن مرتضى منصور. القانون بيقولك ما تسيبش حقك، واوعى تكون سلبي،
السلبي بيعمل نفسه قوي في الأول وبيعمل نفسه عنتر، وفي الآخر بيلاقي المركب بتمشي وهو مش موجود فيها وخسر كل حاجة. ويا رب كرمك علينا ويا رب كرمنا، ولازم تبقى إيجابي جدا، ولازم يوم 17/8 يبقى يوم مشهود، أيا كانت نتائجه، أيا كانت قراراته، أيا كانت أموره. سجل رأيك بقوة، خليك مصري جدع. انت اللي اتقال عليك مش راجل، لازم تقول انا راجل. حملتك ايجابية جدا ومؤثرة جدا، ورغم انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ النهاردة اللي انا بهني عليها كل المصريين والاقبال واللي احنا شفناه، كل الناس بتتكلم عن موضوع مرتضى منصور ورفع الحصانة. كل الأجهزة بتتكلم عن موضوع مرتضى منصور ورفع الحصانة، كل المسؤولين بيتكلموا عن موضوع مرتضى منصور ورفع الحصانة، كل عضو مجلس نواب بيتكلم عن موضوع مرتضى منصور ورفع الحصانة، كل دايرة بتقول للنائب بتاعها عن شوفك يوم 17 وعن شوفك هتعمل ايه، وعلى ضوء اللي انت هتعمله عن صوتك في الانتخابات اللي جاية او ما نصوتكش. كل واحد مسؤول عن قراره. خليكم رجالة جدعان يا مصريين، مفيش حاجة اسمها قضية أهلي، قضية مصر. مصر اللي اتقال مفيهاش راجل، مصر اللي اتقال مفيهاش رجالة، مصر اللي اتقال عليها مفيهاش راجل ومفيهاش رجالة. واسمع مني وكلام مني، لازم تثبت له انها مليانة رجالة، ولازم نقول مرتضى منصور بره البرلمان وارفعوا الحصانة عن مرتضى منصور. البني ادم السلبي اللي هيقعد يقول لي لا انا مش هعمل، لا ده مسنود، ده لازم يجي تليفون، ده مش عارف مين سنده، هيفضل يقول الكلام ده والمركب هتسير وهتدوس عليه، وهو هيلاقي نفسه ملوش قيمة، وهيلاقي القضية بتاعته اتخطفت وخسر كل حاجة. عجبني جدا النهاردة الأهلي الأونلاين، وعجبني جدا الصديق محمد الجرحي واللي بعتهولي محمد الجبري، واللي بعتهولي محمد الجبري، والحملة اللي انطلقت النهاردة على صفحات أهلوية وعلى صفحات زملكاوية وعلى صفحات مصريين مغتربين في الخارج ومغتربين في الخليج وفي أوروبا وفي الأمريكتين وفي كل العالم. مرتضى منصور بره البرلمان وارفعوا الحصانة عن مرتضى منصور. مصر كلها رجالة، ومصر هتثبت ان فيها رجالة تعرف تاخد حقها. اياك والسلبية، حتى لو خسرت الجولة كن واثق انك انت لن تخسر المعركة، كن واثق انك انت لن تخسر المعركة، كن واثق انك انت لن تخسر المعركة. انا عايزك تبقى متفائل وتركز، لان اللي جاي مهم. وعشان كده بحيي الكابتن محمود الخطيب، وان كنت بختلف معاه وكتبت ده انه لازم يبقى في اجتماع مجلس ادارة عاجل، ولازم يبقى في بيان، ويتم مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في البيان، ويتقال 1 2 3، ولازم الجماهير تعرف انهم عندهم مجلس قوي لن يترك حقه، ولازم يكون في ردة فعل قوية جدا. الا ان القرار محمود على الاقل لدى كثير من الناس، لان في سرية تامة الاهلي قرر انه يصعد. هيصعد ازاي؟ اعلن انه هو هيخاطب 400 عضو في البرلمان. هي دي الايجابية، هي دي الإيجابية يا محمد يا جبري، هي دي الإيجابية يا جماعة، هي دي الإيجابية يا مايكل، هي دي الإيجابية يا محمود يا عامر، هي دي الإيجابية يا لوكا، لوكا حبيب قلبي من إيطاليا. لا للسلبية، نعم لأن نكون إيجابيين بندور على حقنا. الأهلي سيخاطب 400 عضو برلمان، وبعد كده هيعلن عن أساميهم، وهيبعت لهم كل واحد ملف، وكل واحد مظروف، وكل واحد سدي. اذا كنت انت بتقول معرفش، خد واسمع. سب الدين وسب الرموز وسب الاهلي وسب الزمالك وسب الشرفاء وسب المحترمين وسب الجماهير وسب الدنيا كلها. اوعى تكون سلبي وتقول لي ده بلطجة، ده مسنود، ده مش عارف ايه. انت كده بتضيع حقك، واحذرك من ضياع حقك، احذرك من ضياع حقك. حقك يضيع امتى؟ لما تكون سلبي
وتكون مش إيجابي، ووقتها هينجح أي ظلام طحي مهما كان إنه يكسب معركته، لأنه هيبقى وحده في الساحة ومفيش قدامه حد. وقتها من حقه يقول مفيش رجالة، لكن لما يلاقي في المعركة ناس، حتى لو خسرت جولة أنت مصمم إنك تكسب المعركة، النهاردة هيكسب بكرة هيخسر، النهاردة هيكسب بكرة هيخسر. ومن يضحك في الآخر هو الذي يضحك كثيرا، ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا. يا أصدقائي الأعزاء.